أمير كرارة. فيلم حرب كرموز كان من أفلام عيد الفطر، وده كان موسم صعب، كان في كأس العالم وكان في رمضان، يعني آخر رمضان أول العيد، يعني ما كانش موسم سهل قوي. دخلت الفيلم في العرض الخاص، ودايما ما بحاولش يبقى فيه توقعات عالية عشان ما يجيليش أحباط يعني. ما هو برضو إيه يعني، هو التريلر كان مرعب. الحمد لله. بس وانا شرفني، ما يمكن الاعلان حلو والفيلم مش حلو. بتحصل كتير. والله حصلت كتير، وحصلت من مخرج كبير يعني زي استاذ سارة العريان، لما اتفرج على التريلر بتاع الفيلم فكلمني قال لي هو الفيلم كله كده حلو ولا اعلان وهنلاقي حاجه جوه تانية؟ هو غالبا بقى مش طارق العريان اللي كان بيسال، مصر كلها كانت متخيله زي طارق العريان. الحمد لله انه الاعلان حلو قوي، بس الفيلم لحد ما الكل شاف الفيلم. باختصار، الفيلم بتدور احداثه في اثناء الاحتلال الانجليزي، وفي عساكر انجليز بيعتدوا على فتاه مصريه، في عسكري انجليزي بيتم ايداعه في سجن او في اسم كرموز، اللي مسؤول عنه او ماموره هو يوسف المصري اللي هو امير كراره. البلوت او الحكايه بتبتدي بانه الجنرال الانجليزي بيخير يوسف المصري، اما انك تطلع العسكري الانجليزي او انه يقتحم الاسم على من فيه، وبتبتدي الملحمه يعني اللي موجوده. لا احكي لي عن الفيلم ده يا امير. بصي، الفيلم ده طبعا زي ما انت بتقولي هو نقطه تحول برضو ليا في السينما. طبعا انا كنت خايف جدا من فيلم حرب كرموز. لما جه بيتر ميمي، كانت هي فكره محمد السبكي الاول، وابتدى يشتغل عليها هو بيتر ميمي. اللي كاتب الحوار هو بيتر ميمي، المؤلف بتاع المسلسل ومؤلف كلبش. احنا شغالين مع بعض بقالنا فتره ودي السنه اللي جايه ان شاء الله برضو مع بعض في المسلسل الجزء الثالث من كلبش. لما جاب لي فيلم حرب كرموز انا بصراحه استغربت الموضوع وخفت، فتخيلت ان انا بعمل فيلم. هو قال لي احنا بنعمل فيلم سنه مش 40 مثلا، فقلت لا 40 وانا هلبس طربوش يعني هيبقى شكلي غريب شويه، فابتدى اخاف. ابتدى هو محمد السبكي، انا بصراحه يعني احب احيي الاستاذ محمد السبكي بصراحه، يعني راجل فعلا كان واقف يعني بنفسه في الفيلم ده، ما سابش اللوكيشن ثانية. محمد السبكي فضل واقف على المشروع ده وبيتحدى نفسه ان هو مش عايز ينافس اي حد في السوق خالص، وعايز ينافس ان هو يطلع فيلم اي حد كان ممكن يخاف يعمله في سنة 40 بالشكل ده، بلبس المصريين زمان، بلبس انجليز، ان هو يقلب الفيلم ده يبقى كوميرشال ان الناس كلها ممكن تتفرج عليه وتشوفه. يعني مش فيلم تاريخي يعني. مش فيلم تاريخي. وانا خفت حتى قبل ما نصور الفيلم حوالي باسبوع كده، انا كلمتهم اعتذرت عن الفيلم، خفت بصراحه يعني. الفيلم الحلو ده وانا كنتش اعرف انه هيطلع كده لحد اخر يوم تصوير، وانا كنت خايف. تمام. انا بثق جدا في بيتر ميمي. بيتر ميمي راجل مخرج عظيم، يعني على قد ان هو سنه صغير، هو شاب لسه صغير، عينه يعني حلوه، بس عينه حلوه وعنده فكر عالي جدا ما شاء الله عليه يعني. فانا بصراحه اللي خلاني اثق فيه دايما طول الوقت، فقلت انا اثق فيه كمان المره دي، واثق في محمد السبكي، لان انا عارف ان محمد السبكي برضو راجل منتج ذكي، عمره ما يعمل حاجه وهي مش عارف ان هي ممكن تنجح. بعد هروب اضطراري لما عمل شغل برضو جامد جدا، فهو كان عايز يفضل محافظ على المستوى بعد هروب اضطراري، لانه شاف نجاح حلو تاني، نجاح بشكل مختلف، نجاح بشكل محترم، سينما شكلها نظيف. حتى بعد ما عملنا حرب كرموز كان كل تعليق الناس انه الفيلم ده تحس ان هو غير من شكل السينما عندنا في مصر شويه، بقى فيه فيلم، مع احترامي لكل الافلام طبعا في افلام محترمه كتير، بس ممكن تلاقي راجل كبير ومعاه مراته ومعاه عياله الصغيرين ممكن يتفرجوا على الفيلم، ما فيهوش حاجه ان الواحد ممكن يخجل منها. يعني فيلم كان فيه ثقه كبيره جدا ان الفيلم ده ممكن يطلع يغير حاجه في الناس. حتى الناس اللي كانت قاعده تتفرج يوم العرض الخاص، ومنهم ممثلين كتير ومنهم ناس عاديين كتير، الناس طالعه بتقول احنا خدنا شحنه وطنيه غير طبيعيه من الفيلم ده. مش ما كانش الهدف. انا هقول لك الفيلم ده وسط اللي حضروه في السينما، هيلاقوا السينما كلها في مرتين ثلاثه اربعه احيانا القاعه كلها بتقعد تسقف، بتسقف من غير ما يعني نفس الحاجات بالظبط من غير كيو، يعني كلهم مع بعض في نفس اللقطات الناس حاسه ان هي عايزه تسقف في الموقف ده. في برضو مرتين ثلاثه الناس عينها بتدمع يعني. صح. هو فيلم
عرف يلعب على وتر صح ومظبوط جدا عند جماهير السن. طبعا لا وفي في ميكس كويس جدا من النجوم يعني. طبعا انا اول مره كنت اتعامل مع ناس كتير جدا في الفيلم ده يعني الاستاذ الكبير استاذ محمود حميده ده حد يعني ممثل عبقري طبعا وانا كنت مبسوط ان انا بشتغل معاه. في طبعا غادة عبد الرازق نجمه كبيره برضو ان يكون في فيلم زي ده، مصطفى خاطر وفتح عبد الوهاب وبيومي فؤاد وروجينا وايمان العاصي جايين فعلا يعملوها ان هم شايفين الفيلم ده هيعمل حاجه. محدش كان عنده احساس انه الفيلم ده بتاع امير كراره واحنا مش يعني مش الاسم الاول في الفيلم. بص عشان انا مش معتبر ان هو فيلم امير كراره، هو فيلم حرب كرموز. ده انا شايفه البطل فيه هو حرب كرموز ببيتر ميمي بمحمد السبكي بحسين عصر مدير التصوير بالناس اللي موجودين. هو فعلا فيلم باكج متقفل على بعض، ما كانش فيه اي مشاكل بين الناس، الناس كلها جايه حابه بعض عايزه تعمل فيلم محترم وفيلم بشكل كويس. حتى لما جينا اتكلمنا في موضوع التتر والافيش والكلام ده كله، انا واحد من الناس اول واحد قلت له لا انا معايا محمود استاذ محمود حميده، معايا غادة عبد الرازق، معايا ناس مهمين جدا. قلت له انا ما اقدرش اجبرك تكتب اسمي قبل الناس الكبار دول لان هم ناس طبعا مستحيل انا ليه اسمي كده قبل الاستاذ محمود حميده؟ انا لا. فقلت له ما تكتبش. اذا انا مش فاكره التترات كانت عامله ازاي في الفيلم. هو الفيلم طلع دخل على طول على الفيلم. هو تصدق انا مش يعني ما انا دخلت الاول مشهد كان اللي هو على البحر. على البحر في البدايه وما كانش فيه تترات في الفيلم. لا في الفيلم لا ما كانش فيه. يا خبر ابيض صدق. فدي نقطه برضو انا ما بتفرقش معايا على قد ان يعني الناس لما بتتفرج على الفيلم. حلو جدا منك يا امير. لا ده استاذ محمود حميده يعني عمري ما هدخل اشتري الدولة. لا مستحيل. انا عندي الناس تخش الفيلم تتفرج تتبسط من امير وتتبسط من استاذ محمود وباسم مصطفى خاطر وغادة عبد الرازق باسم كل الناس. لما نزل التريلر او اعلان الفيلم على طول في ساعات يعني في 48 ساعه كان مثلا متشاف يجي 2 مليون مره على يوتيوب على فيسبوك وصل مثلا يجي 10 مليون مره. ايراداته في السينما كمان كانت كان الاعلى ايرادات في الموسم ده الحمد لله. جاب كام يعني؟ خلاص بقى انتبه لك. وانت لو الايرادات دي جات لك دي راحت للسبكي. راحت للسبكي. السبكي راجل محترم ويستاهل بصراحه. كام يعني بقى؟ متهيألي 60 60 الا حاجه 60 الا 400 حاجه. بيقول لهم 60 صحيح. يعني فهو طبعا هو فيلم يستاهل. هو فيلم يستاهل بصراحه يعني ما فيش حد دخله بصراحه وندم ان هو دخل فيلم زي ده. طب بامانه كده بامانه يعني انه احلى بالنسبه لك لبس يوسف المصري ولا لبس سليم الانصاري؟ يعني جاكيت الجلد ولا النياشين والحاجات؟ لا بص بالنسبه لي انا كامير يعني لا سليم الانصاري. جاكيت الجلد برضه لبس. لا بص اقول لك انا مشكلتي اصلي في اللبس. انا زي ما انت شايفه في اي حاجه تلاقيني لابس اسود في اسود. ليه انا مش عارف. صحيح شياكه بس يعني ما اعرفش انا بحب اللون الاسود. انا كان عندي مشكله في يوسف المصري كانت حاجه واحده بس التيشيرت البيضه اللي كنت لابسها دي مش محسساني بالثقه كده. فطبعا كان في مشكله تانية موضوع الشكل ده كنت حامل همه جدا. يا جماعه بس شفتوا منظره وهو يوسف المصري؟ شفتوا البدله اللي الايامه دي؟ هو ده سكه وده. طب معلش خلينا نسال انه احلى ابو شفتي سليم الانصاري برضو؟ لا ده في ناس عايزه تولع في الجاكيت الجلد ده من كتر ما انا هطلع بيه في التالت بقى كمان. لا والله هتطلع بيه. ذوقي كلاسيكي ذوقي كلاسيكي احب الحاجات القديمه. وبعدين كان في كمان بص يا جماعه لا يا حاجه كده برضو خواجه يعني. لا انا كان ساعتها كان عندنا مشكله كبيره ان كان نفس الشكل في حرب كرموز هو نفس الشكل في كلبش بس كانت حاجه غصب عننا لان احنا كنا بنصور الاثنين في نفس الوقت فما كانش هينفع اغير شكل لان بنصور نفس الشنب فبنصور يومين هنا ويومين هنا فاهمني يعني كبير يوم ما غيرت رحت بس عامل فرق كده من الجنب عشان احس ان انا قديم شويه في لا استنى بس في الشكل يعني نفس الشنب صحيح نفس الشنب ما هو شنبي طب عامل ايه يعني ايوه بس يعني ممكن يبقى في هسرحه على ورا ما هو مش هغيره ازاي النقطة الثانية طبعا ان انا كنا خايفين كلنا ان انا بعمل في كلبش بعمل ضابط وفي حرب كرموز كان برضو ضابط. المشكلة انه الناس تقول لي انت ليه حابب دور الضابط؟ هي مش فكرة حابب دور الضابط، انا فكرة انه في حاجات بتجيلك في وقت ما تترفضش. حاجات ما تنفعش تترفض، يعني انا لو كنت عملت فيلم ما عملتش فيلم زي ده واتفرجت عليه بعد كده في السينما كنت هزعل. الحمد لله ان عايز اقول لك انه اللي كنت قلقان منه يعني ما حصلش الحمد لله لان الناس ما علقتش الموضوع ده هو ظابط هو الفيلم من كتر ما هو الحمد لله
حلو بكل ما فيه. الناس نسيت انه امير ده كان عامل كلبش كان بنفس الشنب مش عارف. فالفيلم الحمد لله وداهم في حته تانية خالص بعيد ان هم يفكروا نفس الشكل. خلينا نشوف كواليس من فيلم حرب كرموز. فيلم مليان معدات، مليان مجاميع، مليان ابطال كتير جدا، اكيد في كواليس كتير جدا. بص بويكا، طبعا انا واحد من الناس اللي كنت بتفرج عليه طول الوقت يعني، كان عامل انت اصلا بتتابعه بتحبه؟ انا طبعا بحبه جدا. تمام. هو كان غير برضه في مفهوم الاكشن بره. كان اول واحد يلعب بالطريقه دي، هو كان جامد جدا مارشال ارتس كده بالطريقه غريبه مختلف. وفعلا انا ما كنتش متخيل، انا فاكر ان كل ده بيخش بقى وايرات عشان يعلقوه فيلف ويطير وبتاع. فدخلت على الميكنج بتاع كل الافلام بتاعته، لقيت ان الراجل ده هو ده اللي انا بتفرج عليه دايما الفيلم ده. بويكا يعني طلع بيعمل الحاجات دي بجد، ده هو بيطير كده بجد وقوي جرافيكس يعني. لا 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 خالص خالص، هو راجل محترف جدا. وكان جاي عايز اقول لك ان هو كان حابب جدا الفيلم لما جه. مين كان صاحب الفكره وكلمه وراسله؟ بيتر ميمي ولا بيتر ميمي والسبكي؟ بص هي اي حاجه كانت ورا الكواليس بتحصل، كل التحضيرات، كل الترشيحات، اي حاجه بتحصل للفيلم كان بيتر ميمي مع السبكي، هما الاثنين كانوا بيفكروا مع بعض وبيشتغلوا مع بعض. طبعا لما جابوا بويكا الاول السبكي برضه، عايز اقول لك السبكي ده ذكي برضه جدا يعني، بيقعد يسال الناس يعني، حد لو شغال حد عنده خد تعالى تعرف بويكا، يقول له بويكا يا نهار اسود ده جامد جدا مش عارف ايه، بيبتدي يشوف اراء الناس عامله ازاي اي قبل ما بياخد اي خطوه يعملها. بيشوف الناس ممكن تعلق تقول ايه. عشان كده برضه كان سبب كبير طبعا اكيد في مبيعات الفيلم ان الناس عايزه تخش تتفرج على سكوت اتكنز، يعني عايزين يشوفوا برضه الراجل ده يعني الاول مره. انت بتشوف نجم عالمي بره، كان عامل افلام، اخر افلام كان عامل مع ارنولد وفان دام وسيلفستر سالوني، فان انت تلاقيه مع امير ومصطفى خاطر على الله كده الدنيا حلوه. لا 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 احنا نجوم برضه. ايه ده؟ فالحمد لله يعني. وكان معرفش انت كان في معركه طاحنه بينك وبينه. انت اخر تلت ساعه انا وهو بنضرب بعض. لا او لا بيضربني لا. بيضربني بس يعني خلاص. خلاص هو بيضربني بس. ده انت اتبهدلت. اتبهدلت لسبب، لان انا قلت هيجوله وهيخلوا بقى يوسف المصري يقطعه بقى. ما مش الناس مش هتصدق ده، مستحيل يعني، لان الناس عارفه بويكا، فجاي تتفرج على بويكا عايزاه يطير ويضرب، مش عايز اشوف حد يضربه يعني. فطبعا لقينا ان احنا واحنا بنصمم المعركه دي كانت كان اندرو وعمرو ماكجايفر وكان بيتر ميمي والسبكي، كنا واحنا شغالين. فجي حتى عمرو ماكجايفر قال لي بيقول لك ايه يا معلم، احنا يعني مش هتضربه كتير قوي يعني عشان برضو. قلت له تمام يعني، هنا مثلا كنا عاملين كذا مكان. لا قلت له طب هنا هضربه هنا؟ قال لا هنا بقى هي هو هيخش عليك ومطيرك برجليه. قلت له تمام، انا بعد ما هطير هنا بقى هقوم انا بقى. قال لي لا ما هو هنا بقى هينط عليك هو تاني ومديك. قلت له انا فين بقى يعني. فقلت له طب ايوه انا هضرب امتى بقى يعني، فاكره انا هبوس امتى يعني، انا هضرب امتى بقى. فلقيت ان في الاخر طبعا ما فيش يعني، فكرنا لان عايزين الموضوع يبقى منطقي شويه، فلقينا ان احنا مش هينفع اضربه غير بطفايه حريق وافجره يعني، لان الراجل يعني ما شاء الله فعلا لا هو جامد قوي جدا بصراحه، بس عايز اقول لك على الحقيقه يعني لا انا حلو يعني. لا 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 يعني عايز اقول لك انا طول الوقت انا كنت بتفرج عليه بشوفه طبعا ضخم جدا وعضلات. انا ما دخلت اول مره شفته في المدينه، فلا لقيت حاجه مش ايوه است طويل ولا خالص والله خالص. ده هو شافني اتخض بويكا قصير والله العظيم، بقيت عايز اقول له انت شفتني اتخضيت، انت ايه ده وانا اللي عمال منبهر بيك يعني. طب كان يعني متفاعل معاك ولا لوحده بقى غلبان هو انجليزي وانتوا ما مش الكلام ده؟ لا 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 ده لطيف جدا جدا جدا، وبيتعامل معانا في اللوكيشن زي اللي السبكي بيعمله لنا، بيعملوا طب والسبكي لا السبكي بيتصرف ما بيغلبش يعني. يعني خد بويكا تعالى خد اقول لك. لا والله على طول اعمل لي بقى شقلب لي دي، اعمل لي بقى دي كده اظبط لي الدنيا هنا، فاهم؟ فالسبكي بيعرف يتعامل مع اي سالك. السبكي بيسلك مع اي حد بصراحه يعني، بس هو بصراحه ما يعني ما بخلش على الفيلم ده بحاجه، عشان كده الفيلم ده طلع بالشكل المحترم ده بصراحه يعني. ايه اكتر حركه عملها قدامك بويكا او يعني الناس بتسميه بويكا وانت انبهرت بيها في التصوير؟ لما لف 360 وضربني في صدري طيرني. انا عايز اقول لك بس ان كل الضرب اللي كان بيحصل ده كنت انا يعني، مفيش حد جه مكاني حتى عشان يتضرب. ايوه بس كنتش بتضرب جامد يعني. عايز اقول لك ان كل ما هو تحت الوش كنت انا يعني بيتضرب بجد والله العظيم يعني، الرفس بتاع رجله ده كان بيطيرني فعلا يعني. في لا 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 اكيد كان في واير وكان بيشدك وانت طالع لورا. لا لا خالص خالص
والله العظيم خالص. يعني في لما في شوت راح ضربني في صدري برجله وطيرني هو ضربني فعلا بجد، فانا بقوم على اساس انه بيتر طبعا اكيد اتخض فهيقول ستوب، فبقوم اللي هو هقوم لقيته جاي عادي مكمل مكمل المشهد اللي هو طب اصبر طيب يعني اصبر استنى. فطبعا سحلني طبعا يومين، قعدنا نصور السين ده في يومين مع بعض، عمال بروح كل يوم اتضرب وامشي اتضرب عملت ايه يا بابا؟ والله بتضرب وامشي، مفيش غير اخر شوت بس اللي هو في الاخر بحط له القنبله وبقول له سلام يا خواجه ومضربه برجل. عايز اقول لك اديته رجل والله العظيم. ما انت شايل بقى شايل بقى. قلت له فقلت له اخش؟ قال لي لا انا تمام اضرب يعني. قلت له هعدي جاي؟ قال لي براحتك عادي. فبصيت لبيتر قال لي بقول لك ايه ده عمال بقى له يومين مبهدلك، ادي له مسخناتي برضه ادي له واحده بقى فاهم. قلت له طب تعالى اقول اكشن يا ابني يلا فين رحت مطير. فعايز اقول لك سلام يا خواجه دي لوحدها لما برضه الناس بتتفرج في السينما لما بتشوف البطل بتاعه عمال بيتضرب بقاله تلت ساعه يعني برضه كان اللي بيتفرج كان تعبان متضايق يعني طبعا و يوم العرض الخاص كنت متوتر خايف يوم بصي طبعا يوم العرض الخاص كنت خايف لانه كان اول فيلم ليا انه يبقى فيه مساحه كبيره بالحجم ده يعني، او الواحد كان متصدر برضو يوسف المصري اللي هو اللي كان الشخص اللي كان بيدافع عن الحكايه كلها. فطبعا كنت خايف من رد فعل الناس يعني. حتى وانا رايح في الطريق كنت بكلمهم اقول لهم في حد جه بقى ولا هنقعد لوحدينا في السينما؟ لا كنت يعني كنت يائس ليه انا مش عارف. السينما يعني كانت يوم عرض الخاص مليانه على اخرها الناس زي ما بيقولوا من كل حد وصوب من كل حته يعني من كل الاعمار ومن كل الناس، والوحيد اللي ما جاش كان امير كرار. لا ازاي انت جيت متاخر جدا؟ لا والله جيت بس انا عشان ساكن الناحيه الثانيه في التجمع. أيوة والعرض الخاص يعني انا لدرجه الناس قالوا يا جماعه هو امير مش جاي. لا جيت طبعا. اتاخرت ليه بقى؟ لا كنت موجود. طب ما انت جيت الطريق. لا بص اقول لك على كل اصحابنا اللي كانوا جايين معايا كلهم قالوا لي لا مش هندخل لوحدينا العرض الخاص، بيقعدوا يوقفوا الناس ويعملوا احنا هنيجي معاك. فبقيت واقف قدام البيت مستني كل الناس تيجي عشان نتحرك، اكنك رايحه على الكوافير بعدين رايحه على المصوراتي اكننا رايحين فرح. فكله ماشي ورا بعض. بس بعد العرض الخاص برضو انا فضلت خايف خلي بالك. وبعدين قلت لبيتر حتى قلت له يا عم عشان عرض خاص والدنيا حلوه بس لما الفيلم ده ينزل احنا مش حاسس يا بيتر. قال لي طب تمام. لقيت انه في ناس واقفين من صحابي واقفين ناس شغالين معايا واقفين في السينمات في كل السينمات. فاتفاجئ انه بيقول لي حاجه يعني ما شاء الله في سينما من السينمات كان فيها 16 قاعه بيقول لي احنا 13 قاعه حرب كرموز. فقلت له معقول؟ قلت له الله يبارك لك يا سبكي يعني لا كان فيلم ناجح جدا ولما يتعرض في التلفزيون الناس هتقدر يعني فيلم محسوب صح طبعا صوره حلوه الحس التجاري واضح يعني او الحسبه التجاريه واضحه سنس الجمهور ممسوك يعني مفيش فيلم كامل وقد يكون فيه اخطاء فنيه بس ده ما يمنعش ابدا انه فيلم ناجح على المستوى الجماهيري على مستوى الصوره على مستوى الاداء على مستوى المفاجاه الحلوه وعلى مستوى الايرادات وده ودي صعب جدا افلام بتوصل للنقطه دي الحمد لله. بعد الفاصل هنرجع مع النجم امير كرار. كانش عاجبك الاكشن بتاع احمد فتحي ليه؟ له عجيبه كان عامل كده لا كلميني عربي لان انا ما بفهمش انا بقى والله انت الحقيقه تجيب الحاجات دي ما على طول على طول يا استاذ. حد فيكم يعرف انه امير كراره كان نجم او كابتن منتخب الطايره؟ ايه المنظر بقى ده؟ شوف ممكن حد يقول لك يا ابني شوف لك شغلانه ثانيه. قال لي شوف حاجه ثانيه ما تتعبش نفسك يعني انا بس يا ابني عشان نصيحه لوجه الله اول حرف بين اسمه لا مش انسى تضغطيش عليا. مين ده اللي انت كنت شايله في الجيم يا امير؟ كل ما المخرج زعله احنا قاعدين فوق يا فاهم اللي انما انت برضه بتغيظ الناس في السوشيال ميديا. اهي صوره يعني دي اللي اتشتمت عليها. تلاقي بيروح المدرسه يخوف العيال بابوه. لا البت بقى البت مش سهله. قالت لي والله العظيم هتجوزك وهتشوف وعملتها بنت اللذينه.